انتوا تعالوا كل نهار جمعة منقضيه سوا هون. ايه حاجتك بقى، صار عم تشوفي حالك علينا، خاصة لما صار عندك سيارة. انت طول عمرك عندك سيارة. ايه لا ابي مو لالي. هلا حاجة انت وياك تاخروا علي، قومي جيبي لنا حلوان السيارة. انت شو جا على بالك تاكل؟ جاتو، جعبالي جاتو. ما عنا، قوم نروح بناكلها برا. ستي بلاها مسامحة. لك رامي، ليش ما عم تجي لعنا الدرس لندى؟ والله صار لي محبوس 3 أيام بيت أمي. وشو اللي حابسك؟ عامل خطة هو وأخته، قاعد يجوز أمه لأبوه. ونجحت الخطة؟ قدرنا نخليه يحاكيها ويقعد معها. وإمتى الخطبة؟ ما قلت لك ما تجيب هالسيرة قدامها؟ ما هي بتعرف القصة وأنت حاكي لها. إيه بس أنا ما جبت سيرة الجواز. هلا بتخبي على العبير. بلكي ما زبطت الخطة، ما بتطلع بلف شيء قدامها. يا سيدي طنش، أصلا هي مفارقة مع حدا. أهلين شباب. أهلين بسام. أهلين بسام، كيفك رامي؟ هلا عم تدرس جيولوجيا؟ إن شاء الله عم تناطح الصخر منيح. ما رح رد عليك بسام، بعرفك بتتكهرب من حكي. شو نزار أفندي، عجبتك النكتة؟ كيف الشغل عندكم بالورشة؟ ماشي نزار. إلا لأمك ترجع تاخد قماش من المعمل. بتظاهر الضاعة كسدالة عندكم ومو عارفانين وين بدكم تصرفوها. هلا شو قصتكم اليوم، ما حدا عم بيتحمل التاني؟ طولين شباب هون، وعد عزمتك على الغدا جاي أخدك. ونحنا عبير قايلتنا نقضي نهار هون. معلش بسام، منأجلها لغير مرة، اليوم لازم ساعد عمتي بالأكل. هي مو مشكلة، مثل ما بدك. طيب خليك تغدى معنا. قلت لك وعد عامل غدا مشانك، وهدول الجوز صاروا شباب ولسه بيتصرفوا مثل الأولاد. نزار ورامي رفقاتي، نحن ربيانين سوا، يعني مثل الإخوات. إخوات؟ هن ما بيفكروا هيك، خاطرك. بسام